بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. يحدثنا تاريخنا القريب في بدايات القرن الفارط ووسطه بأن ثورات الشعوب الإسلامية على الاستبداد قد اختطفت، وأن ثمة انتهازيين يقفون خلف الستار ويقفزون على تلكم الثورات ليختطفوها عندما يحين موعد قطاف الثمر. ودونكم ما فعله بورقيبة في تونس، وما فعله ضباط ثورة يوليو في مصر، والآن وبعد هذا النصر المدوي لشباب مصري حر قام بمعجزة عبر إسقاطه نظام حسني مبارك في ملحمة تاريخية لا تنسى أبدا. بدأنا نسمع بكتائب الداخلين على الثورة والانتهازيين الذين يتربصون لحظة القطاف. فهل سيتكرر السيناريو الأول في ثورتي الشباب في تونس ومصر ويتم اختطافهما من قبل أصحاب الأجندات والأيديولوجيا؟ كيف يمكن حماية مكتسبات الشباب من دهاقنة السياسة العتاة وأساطين الحركيين المؤدلجين؟ أيها السادة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم. هل تتوقع أن يتم اختطاف الثورتين التونسية والمصرية ولا تتحقق أهداف شبابهما؟ نعم، لا، ربما. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى الأرقام التالية: STC 82700، زين 75882 00. لمناقشة هذا الموضوع يسرنا استضافة الدكتور علي بن حمزة العمري، وبمشاركة هاتفية من الأستاذ جمال سلطان من مصر، والباحث محمد جلال القصاص، والأستاذ محمد معروف الشيباني المحلل والكاتب السياسي. أبدأ دكتور حمزة مباشرة منكم أيها الإسلاميون، ومن خبر إلقاء الشيخ يوسف القرضاوي خطبة الآن في ميدان التحرير، أليست هذه محاولة لاختطاف ثورة الشباب عبر أسلمته؟ وأنت تعرف أن هؤلاء الشباب صرحوا لمرات عديدة بأن ثورتهم ليست دينية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الثورة الحالية ثورة شعبية، ثورة بدأت في تونس والآن مرت على مصر ومن يليها ممن يعني يعيش نفس الحالة من الطغيان والتجبر، فبالتالي سيثور الناس عليه، وهذا أمر واقع منذ التاريخ الإسلامي مرورا بتاريخ الخلفاء الأمويين ثم العباسيين. هذه حالات طبيعية، كل يتحرك وفق الطريقة التي يراها في منظومته الأخلاقية الإسلامية، مثل ما حدث عبد الله بن الزبير، حسين بن علي، حتى أحفاد عبد الله بن عباس، محمد بن علي، بل حتى كان يوصونهم توصيات معينة مرورا بالثورات الغربية، كل على حسب الطريقة التي يراها. وناس يتحركون من أجل تحقيق الديمقراطية بلغة الغرب أو الشورى، عدم توريث الملك العضود كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في مجتمع الغربيين الخروج من الكهنوت والكنيسة. إذن لما نتحدث عن ظل الثورة لا يجب أن نؤطرها ضمن مجموعة محددة. إذا تحرك والله العلامة الشيخ يوسف القرضاوي ليخطب الجمعة، هذه ساحة خطبة الجمعة أصلا هي، يعني إذا ما خطبوه سيخطب غيره، فهل سيقال أنه هؤلاء خاطفوا الثورة؟ لا، سيتحرك لأنه مسلم ويريد أن يؤطر هذا الأمر. ثم سمعنا نحن الخطبة قبل قليل، وكانت خطبة واضحة، خطاب وطني بمعايير هادفة إسلامية، يخاطب الشعب للمعتقلين السياسيين، يذكرهم بقضية فلسطين، وهذه هي المفاهيم الإسلامية الكبرى. ثم تحدث عن قضية شكر الشعب والشباب وأحياء النهضة في البلد، هذه هي المطالب التي يتحدث عنها الجميع. دكتور حمزة، لكني أفهم من دكتور علي إيه؟ لكني أفهم من كلامك بأن هذا الأمر مشروع، تسابق أصحاب الأيديولوجيا، تسابق أصحاب الأجندات في إبراز ما لديهم والأخذ من مكتسبات هذه الثورة. هل هذا فهمي صحيح؟ أنت قلت أنه الذي بدأ الثورة هم الشباب. نعم. إذا هم الذين بدأوا الثورة معناهم أصحاب أيديولوجيا. نعم. إن هم الذين بدأوا الثورة هم ليسوا أصحاب أيديولوجيا أصلا،
فكيف خطفوها؟ هم الذين صنعوا الثورة أصلا، هؤلاء ما بعد. لا يعني أنا أقصد تسابق أمثال الشيخ يوسف القرضاوي، أيضا من جهة أخرى أيضا السلفيين في الإسكندرية وبقية هذا بدأوا يدخلوا في معمعة الثورة هذه. فهل هذا هو حق مشروع للجميع بأن يتسابق؟ خلينا نؤطر المسألة، يعني لما نقول والله بدأت الثورة في مصر وقبلها في تونس، خلنا أعطيك على الأقل انطباع الشخصي لما صارت قضية تونس. كل سنة أقابل فيها الشيخ رشد الغنوشي، آخرها قبل بضعة أشهر في الاتحاد العالمي. نعم. لم يكن أحد أصلا يتخيل بحالة من الأحوال أن يحدث ما يحدث. نعم. يعني من خلال نظرتك في السنن الكونية ستقول والله أمر الله واقع والطغيان هذا لابد أن يزول، لكن متى الله أعلم. في الاستقراء القريب هذا جدا بالقوى العسكرية والاستخبارات وبالأنظمة الموجودة لا يمكن أن يحدث شيء غريب من إنسان ضعيف كالبوعزيزي. تحركت القضية، فكنت أسمع عبر القنوات والمحطات الفضائية أن المعارضين التونسيين كانوا يتكلمون عبر الأقمار عبر المحطات الفضائية ومن بيوتهم. فكنت أتخيل أحد أمرين، إما أنهم سيعتقلون مباشرة لأن النظام متسلط جدا، وإما أن هذه بداية انفراج. فكان الجميع يتحدث لا يهاب ولا يخاف، فتوقعت أن هناك أمر سيحدث، لأنه مو معقول أن هذه المعارضة تتكلم ولا تهاب، فهذه إرهاصات أولية. لما انتقلت القضية إلى مصر، من الطبيعي أنه لما تحدث الشباب بمختلف أسمائهم، حتى أنا اطلعت على أسماء الشهداء، منهم مؤدلج وأكثرهم غير مؤدلج. نعم. يعني بأنظمة سياسية أو غير ذلك. فعندما تقول والله أنتم يا سلفيين أو أنتم يا حركيين كإخوان أو كحزب الوفد أو حزب الوسط أو كفاية أو الناس العاديين جدا، طب هؤلاء كلهم رحمة وصروا أبناء مصر، هل هم اللي صنعوا أنفسهم ولا هذه الأشياء كانت موجودة ومتاحة؟ فبالتالي كلهم يستفيد من هذه اللحمة. في داخل مثلا ميدان التحرير، يعني الأخبار الموثقة المعروفة وكنا نتصل عليهم بشكل دوري، هؤلاء من كافة التنظيمات والتيارات المختلفة. نعم. فمن الطبيعي الناس تمسك اللجان الشعبية وتبدأ بها وتقودها، اللي لهم والله خبرات ميدانية حركيين وكذا لهم دورهم، والذين لهم علاقات بالمساجد وخطب الجمعة فسيتحركوا بدورهم، والذين لهم قدرة على صح التعبير تهيئة الأجواء والطعام والشراب، مثل ما كان يتكلم أحدهم أنه الإخوان بدأوا بجابين الماكدونالدز والكنتاكي وهؤلاء لهم أموال وأجندة خارجية، كل واحد حاول أن يوظف الصورة. حتى أن اليوم كنت أقرأ الأستاذ جهاد الخازن بالمناسبة أنه كتب في عموده الشهير أنه الجميع اشترك، وكان يثني على الحركات الإسلامية وغير الإسلامية، سلفية أو حركية أو لا شيء، وكلهم صنعوا هذا الأمر. لكنه قال الذين في ميدان التحرير، وهذه ربما المعلومة عنده مغلوطة وليست متكاملة وأقولها بكل صدق، هو ظن أن الذين تحركوا من الإسلاميين قليل داخل ميدان التحرير. مع أن الوقائع كلها تثبت، وقد كتب هذا في مقالات الآن حديثة من الذين لا ينتمون في الحقيقة إلى أي شيء سياسي في مصر، إلى الذين كانوا داخل الميدان ويباتون من الإسلاميين بالدرجة الأولى يمثلون نسبة كبيرة لأنهم تعودوا على هذا الشيء. وشيء آخر أنهم كانوا يباتون ولديهم شفتات وترتيبات، ليسوا هم صناع الثورة إنما هم مشاركون حقيقيون في الثورة. وأنا أعجبت الآن أنه لم مثلا الشيخ القرضاوي لم يتحدث باسم جهة، وإن كان هو رمز من رموز الإخوان، لم يتحدث على الإسلاميين أن يكسبوا الأمر أو على الأقل صورة خطاب. جميل. أنا سأعني أعود بك إلى يعني التاريخ، إليك المشهد في عام 52 ميلادية، طبعا لم ندركه لا أنا ولا أنت. نعم. لكن هذا الكاتب سير الجميل يحكي لنا بعض تفاصيل ثورة يوليو في تلك السنة، قال يعني أن الشباب لا يعرفون هذا. ضباط يوليو عام 52 لم يقلب النظام مباشرة من ملكي إلى جمهوري إلا بعد خطوات وإجراءات اتخذوها من أجل التحولات بعد إحضار البديل، وقبل أن يغادر الملك فاروق مصر على السفينة المعروفة المحروسة، تقدم إليه اللواء محمد نجيب لأداء التحية، وعندما ودع ب21 إطلاقة مدفع قال فاروق إن الجيش ملك مصر وليس ملكي. وهكذا انظر يعني في يعني تلك الفترة ظهرت بمظهر أنه ستكون مصر على مستقبل واعد وزاهر وكذا، ولكن في النهاية اختطفت الثورة من قبل الضباط الأحرار، وجاء عبد الناصر ومن بعد السادات إلى أن سقط حسني مبارك. ما أود أن أقوله أنه يعني الأحداث ربما في الأخير سيأتي هناك من يختطف هذه الثورة ويحولها يأخذها من أصحابها الحقيقيين، ألا تتوقع هذا دكتور؟ إذا جينا قلنا هل نتوقع أصلا نحن الثورة؟
في ظل استبداد سياسي وعسكري وأمني واستخباراتي، ما كان أصلا أحد يظن أن الثورة ستختطف من العسكريين أصلا، واختطفت الثورة من العسكريين وذهبت إلى الناس البسطاء، ذهبت إلى الشباب العاديين، فنظام الثورة أصلا ما كان مقبولا ولا متخيلا ولا متوقعا، فسلب من هؤلاء وذهب إلى الشعب وسحب سحبا يعني سحب البساط من تحت أيديهم بشكل غريب وعجيب. حتى أني كنت أقرأ أنه هيئة الصحفيين البريطانيين يوم الثلاثاء الماضي أخذت تحلل الأخبار الموجودة، يعني كيف صارت هذه الثورة، لم يصلوا إلى نتائج نهائية، يعني يقولون الثورة المعلوماتية والإنترنت وكذا، وهناك سنن أخرى بعده أنه لا زالت تحت نظام التحليل. نحن نستطيع أن نقول هي سنن الله سبحانه وتعالى في الظالمين وفي المتكبرين في الأرض، لأن هذه السنة ربما لم يدركوها بعده، لكن نحن نتحدث عنها بكل قوة. أضف إلى عامل آخر، يعني عندما يأتي الآن الخبير الأمريكي الذي يقيس الإعلام الجديد كما يقولون، فتحدث الآن قبل كذا يوم وقال إن الذي حدث أنه نحن صنعنا ثورة المعلومات الجديدة، لكن الشباب العربي تعامل معها إلى أقصى مستوى وأتى بالانبهار، فحتى هم كغربيين بدأوا يتحدثون عن فكرة جديدة للثورة. دكتور علي، الآن تقول أن الشباب أخذوا الثورة واختطفوا الثورة من الضباط، لكن المحللين السياسيين يرون أو يتوجسون إليك ما كتبه المحلل السياسي سعيد الشيخ، كتب مقالة بعنوان نتوجس أن الجيش قد خطف الثورة، قال فيها: نتوجس على هذا الفرح أن تبدده بيانات الجيش المتتابعة، نتوجس من أن النظام ما زال باقيا والذي سقط فقط رأسه بشكل مخادع، نتوجس من خديعة أن الجيش المصري هو جيش الشعب وفي الواقع هو جيش النظام، نتوجس أن الجيش المصري قد خطف الثورة. فهل شباب مصر يعني وأحرارها في الأحزاب الوطنية في هذا التوجس، هل أنت معهم؟ إذا أردنا أن نقرأ فقط المقالات والتحليلات، قرأنا عشرات المقالات والتحليلات، منهم من الجميع طبعا يتخوف، القلق السياسي موجود، لأنك أنت تتحدث عن نظام جيش، تتحدث عن نظام عسكري، تتحدث عن فبركة أو فذلكة سياسية كما يسمونها، هذه قائمة عند الثوريين وقائمة عند الجيوش وقائمة عند العسكريين، ولا زال نظامهم قائم. فأن نقول والله سيستطيع الشباب المصري أن يختطف هذه الثورة وأن يستمر في مطالبه السياسية إلى أن يصل إلى مبتغاه، هذا الشيء يعني الآن نحن في ظل الأمر أو نحن في الواقع. استطاعت مثلا تركيا التي لا يمكن أن يتخيل أحد، جوبهت دوليا، جوبهت داخليا حتى عن طريق الجيش بمحاولة انقلابات، محاولات الاغتيال، ومع ذلك استطاع أردوغان ومن معه أن يصمدوا كحزب، ولكن لابد أن نقول أن عندهم عوامل أخرى استطاعوا من خلالها أن يكونوا مرنين في التعامل مع السلطة، مرنين خلينا نقول قدراتهم في التنمية، قدراتهم في المال، قدراتهم في الخبرة والتجربة والحنكة، هذه كلها لها طبيعة. يعني الثورة الغربية كانت ثورة فلسفية، يعني حتى لما جاء هذا أولفاييل الكاتب المشهور الفرنسي عندما يقول أنه فشل العمل السياسي الإسلامي كله، والسبب في ذلك هو كل تجارب فاشلة في السودان، فاشلة في بعض البلدان العربية، في الجزائر فاشلة، لأنها ليست قائمة على منظومة فلسفية مثل الغرب. الغرب الآن يدرس، كل الغربيين بدأوا في الثورة البريطانية أو في الثورة الفرنسية، نزلوا إلى الميدان وعلموا الناس أبجديات الثورة. حتى الآن في داخل فرنسا عندما يزور أي أحد متحف من المتاحف فسيجد أنه عندهم فكرة الثورة مؤصلة في مدارسهم وفي مناهجهم وفي متاحفهم. وهل ترى أن هذه الفلسفة لا هذه الفلسفة بعده ما هي موجودة، وهذا ممكن أن يخشى منه عند الشباب المصري؟ طبعا حتى عند الشباب المصري، لأنك أنت تتكلم عن بنية معرفية أخذوا فيها عشرات السنين، يعني عندما تتكلم عن نيوتن ولا عن كانت ولا تتكلم عن جان جاك روسو ولا فولتير ولا كل هؤلاء، بعضهم جلس عشرات السنين مختفي عن الناس حتى ينظر لفكرة الثورة المعرفية أو الفلسفية، وهم الآن يقرون ويقولون، أحد الكتاب اسمه تاريخ الفكر السياسي في فرنسا يقول أنه الفكرة الثورية القائمة اليوم هي فكرة فلسفية ويجب أن لا تتغير. نحن بعد ما وصلنا إلى أن نؤصل هذا إلى الشعب طبقاته مختلفة، نأمل في وجود بعض القانونيين أمثال الدكتور طارق البشري، دكتور محمد سليم عوا، عشرات من الطبقات المختلفة من رجالات مصر، أن يحركوا أو يغيروا النظام القديم إلى النظام الحديث اليوم. جميل، أستأذنك دكتور علي والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية الأولى من الباحث محمد جلال القصاص. حياك الله يا أخ محمد. حياك الله دكتور عبد العزيز وحيا الله ضيفك. يا أستاذ محمد، يعني أنت أحد الباحثين السلفيين المصريين
والحقيقة بما تابعنا أن السلفيين في مصر انقسموا حيال هذه الثورة، منهم من رفض المشاركة واعتبر ذلك خروجا على ولي الأمر، ومنهم من رأى المشاركة كالشيخ محمد حسان، غير أنهم الآن أجمعوا على الدخول بقوة في موضوع الثورة عبر طرحهم الأجندة السلفية في مصر. كيف تقرأ أنت ذلك؟ هذا الكلام عليه التحفظ، لو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا الكلام عليه التحفظ. القلة قليلة من السلفية هي التي كانت تمانع وتفتي بذلك. السلفيون موجودون من أول يوم في الثورة، الذي تأخر هم النصارى تحديدا وقلة من المجتمع تأخرت، ولكن السلفيون مشاركون، ولا يمكن إعطاء توصيف واحد للسلفية ككل. فأنا أرجو من حضرتك أنك تصحح للمشاهد هذه المعلومة، أن السلفية موجودة من أول يوم في الثورة المصرية، وتبدو في الصور التي نشرت يوم الثلاثاء اللي هو أول يوم 25 يناير، يصلون بالناس في الميادين العامة في المنصورة وغيرها، والمواقع والمنتديات المعروفة للسلفية تشارك تشهد على ذلك من أول ساعة قبل أن تنشر الأخبار في الفضائيات. اللي عايز أقوله دكتور عبد العزيز، الحدث أي حدث له صناع وله ركاب، هناك من يصنع الحدث وهناك من يركبه ويستفيد منه، هؤلاء غير أولئك. طبيعة الشخصية التي تثور غير طبيعة الشخصية التي تستثمر الحدث أو تستفيد منه، لذلك يكون هناك صناع للثورة ويكون هناك ركاب أو مستفيدين أو خطاف كما أو من يختطفون الثورة كما تفضلت أنت قبل قليل. الثورة المصرية ليست حدثا منفردا ولا حدثا مستقلا، لا على مستوى المكان ولا على مستوى الزمان، هي جزء من حراك شامل أو عمل كبير ضمن آلية تعمل من قرابة قرنين، أو هي هذه هي الفوضى الخلاقة. نشهد اليوم في مصر وفي الساحة العربية، تونس قبلها واليوم ليبيا وغيرها، اللي نشهد الدورة الرابعة في تاريخنا المعاصر. الدورة الأولى كانت بإشاعة الفوضى الخلاقة، ما يعرف بالفوضى بجمال الدين الأفغاني، وتم تثوير الطبقة المتوسطة وأوق المتوسطة ثم العامة والدهماء فيما عرف بثورة عرابي، وبعد ذلك إشاعة الفوضى باللورد كرومر وجورست وكيتشنر ومن جاء بعدهم، ثم ثورة 1919 وبعد ذلك ثورة 1952، وكان قبلها فوضى خلاقة أيضا في الناحية الفكرية، اللي هي إشاعة نشر الفكر الغربي عن طريق المتأثرين بالفكر الغربي، عباس العقاد وطه حسين وعلي عبد الرازق وما أشبه. اللي بعد كده ما نحن فيه الآن سبقه فوضى خلاقة، الكل تكلم، وكانت هناك ما يقرب من الكل يتكلم والكل يشارك، صنعت هذا ما نحن فيه اليوم، ويستعدون الآن لخطف هذه الثمرة. من الذي وراء هذه الفوضى الخلاقة؟ وقد يعني عدت بنا إلى قرنين من الزمان، إلى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ومرورا وحتى وصولا إلى ثورة 25 يناير. من وراء هذه الثورة الخلاقة؟ الحدث الواحد لا يمكن إعطاءه، الحدث الكبير الضخم على مستوى الفرد على مستوى الأمة لا يمكن إعطاءه سبب واحد فقط. الأحداث الكبرى يشارك فيها أكثر من سبب، ولكن يمكن إعطاء سياق عملي للفعل ككل. السياق العام الآن هو إشاعة الفوضى، إشاعة الفوضى الكل يتكلم، الناس يكونون بلا صراخ يسمعون إليهم، ثم بعد ذلك يدخل لصوص الثمرة أو من يحسنون خطف الثمرة ويوجهون الناس في اتجاه معين. يعني مثلا الآن دكتور عبد العزيز، يتم الآن توجيه الناس في مصر، مصر المتدينة، مصر التي شارك فيها أغلب المشاركون في الثورة من المتدينين بشكل أو بآخر، أنا لا أتكلم عن حزبية، يوجه الآن إلى خطاب الدولة المدنية، علما بأن الذين يتبنون خطاب الدولة المدنية قلة قليلة جدا ومشبوهة في الإعلام المصري ومعروفة أبدا. يعني دعني أقاطعك هنا، وأنا قبل دخول الاستوديو استمعت إلى جزء من خطبة الشيخ يوسف القرضاوي الآن في ميدان التحرير، وقال ونادى بالدولة المدنية، يعني ليست القلة القليلة بما تدعي يا أستاذ محمد جمال جلال. الدكتور يوسف القرضاوي يتخذ طرق للوصول إلى هدفه غير مستقيمة في الغالب، بمعنى
أننا لو سمحنا بالدولة المدنية سيؤدي ذلك. وهذا خطاب كثير من الإسلاميين حتى هنا في السعودية، اللي عندكم في السعودية كثير من الإسلاميين يتبنون هذا الكلام على اعتبار أن الدولة المدنية لو سمح بها ستؤدي في الآخر إلى الدولة الإسلامية. ولكن لا أعتقد أن الدكتور يوسف القرضاوي يؤمن بالدولة المدنية التي تبيح الكفر وتسمح للنصارى بأن يتولوا الأمر وغير ذلك. هذا الكلام نظري وكلام يربي الالتفاف. أما من يتعاقدون صحة الدولة المدنية ويؤمنون بها كمبادئ حقيقية، هؤلاء قلة قليلة جدا وتتكلم في مستنقعات فكرية معروفة. والآن يعنيني في الموضوع دكتور عبد العزيز أن الآن تختطف الثورة المصرية بالحديث عن الدولة المدنية. فعلينا الآن هذه هي المعركة الفكرية الأولى الآن بعد الثورة المصرية، وعلينا أن نتدافع إليها كإسلاميين بشتى التوجهات ونحاول أن نسيطر على هذه البقعة التي تريد توجيه الشعب المصري لما يخالف ويجهه. عفوا هنا أستاذ محمد جلال، يعني دولة مثل مصر فيها تلك التقاطعات المذهبية والطائفية، يعني عندكم الأقباط يا أخي يعني يمثلوا جزء كبير من مجتمعكم، فضلا عن التيارات اليسارية والتيارات العلمانية المترسخة من سنوات طويلة. هل تتوقع عندما تطرح موضوع الدولة المدنية وأسلمت مصر يعني أن تتقبل؟ اللي الأول المعلومات دي برضو دكتور عبد العزيز محتاجة تصحيح. صحيح، اتفضل يا أخي نبغى نصحح. أيوه جزاك الله خير. الأقباط على حسب تعداد مركز التعداد الأمريكي وغير المسلمين في مصر 4.5% ما يعادل 4.5 مليون. فمصر مسلمة في من الناحية العددية. اليساريين والديمقراطيين والكلام ده يعملون في مصر من أكثر من 130 سنة. الحزب الوطني أسس بعد من وجود اللورد كرومر في مصر، الحزب الوطني بتاع مصطفى كامل، الحزب الوطني الحر والحزب الأمة وما إلى ذلك. وماذا جنوا؟ مصر تصلي وتسجد وتركع الآن بالملايين في مشهد يشبه المسجد النبوي والمسجد الحرام. فأين هؤلاء طيلة هذه السنين؟ هؤلاء ليسوا كثرة، ولو أنهم كثرة لصارت مصر لارتدت مصر إلى العلمانية وإلى غير ذلك. هؤلاء قلة حقيقية وقلة سياسية وقلة عددية. وربما من تابع الانتخابات قبل الماضية في مصر علم أن الإسلاميين كثرة، وهذا الأمر موجود في مصر في غيرها. أما الأقباط فلا حس لهم. الأقباط يعتمدون لا على كثرة عددية ولا على كثرة سياسية، وإنما على نفوس خارجية. وهذا يستطيع أن يراقبه أو أن يلحظه كل من يتابع الأحداث. باب الفاتيكان يتدخل، الأمريكان يتدخلون، أزرع خارجية في أستراليا وفي أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وفي كل مكان. فالاعتماد على أزرع خارجية قوية لا على كثرة عددية ولا على كثرة سياسية دكتور عبد العزيز. فنحن في مصر مسلمة لا يمكن أن تتبنى قضية الدولة المدنية بأي حال من الأحوال. ومن يقول بهذا من الإسلاميين الدكتور يوسف القرضاوي ما هو وغيره ما هو إلا التفاف. ولو أنه واعتقد وقفنا له نحن أغلبية الناس في مصر ونقول له لا، نحن مسلمون شعبا ونحن مسلمون دينا وهويتنا هي الإسلام، ولا يمكن أن نتنازل عن هذه الهوية أبدا مهما كان، وإلا تكون ثورة مرة ثانية ولا مانع أبدا. أنت الآن تتكلم أن هذه تختطف، هل لهذا السبب يتحرك السلفيون؟ بين يدي يعني تقرير في صحيفة الأهرام نشر يوم الأربعاء 13 من ربيع الأول، قال فيه يعني يجب أن ننتبه جميعا إلى طيور الظلام التي بدأت التحرك لخطف الحكم وثورة الشباب النظيفة مستغلين الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. السلفيون بدأوا خطتهم وتحركاتهم المسمومة رافعين شعارات يخدعون بها البسطاء أهمها هل ترضى أن تكون مصر دولة غير إسلامية؟ تحركات السلفيين بدأت في المنصورة والإسكندرية وشوارع كبيرة جانبية في القاهرة بعيدا عن ميدان التحرير مثل الهرم وفي حلوان والمحلة. على سبيل المثال للحصر يتم في المنصورة توزيع منشور يتضمن في أعلى الصفحة علم مصر مكتوب أسفله مصر إسلامية، وعلى اليمين هل ترضى أن تكون مصر دولة غير إسلامية؟ أنتم السلفيون بدأتم تتحركوا بهذا الاتجاه. هذا كذب، وهذا من كتب هذا كذاب. الأهرام مشبوهة في مصدرها وكانت تدعم الفرنسيين يوم أنشأت، وكانت تدعم النظام السابق ليوم سقوط النظام اللي قبل نزول سقوط النظام. فأينا اللص ونحن موجودون من أول يوم؟ أينا اللص وأينا الفاعل الحقيقي؟ هم لصوص أتوا بليل أتوا بسحر حين أقبل الفجر يزيح الظلام بيديه، أقبل هؤلاء ويقولون نحن معكم من الصباح، وهم كذبة.
الأهرام هم الكذبة، والسلفيون موجودون من أول يوم. اللي عايز أقول لحضرتك هؤلاء هم اللصوص، يعني رمتني بدائها وانسلت. نعم، فكالأسبوع باقي الجرائد وباقي الإعلام. غرض يا دكتور عبد العزيز الآن يحسبها من شاء من ناحية الكثرة العددية أو من ناحية الكثرة السياسية. مصر مسلمة شاء من شاء وأبى من أبى. فمن يسمع من الإسلاميين خطابا غير هذا له سياق يخرج فيه هذا الخطاب، والغرض منه الالتفاف على الموجود بتبني أو بالاحتكام إلى قواعده التي يتبناها ديمقراطية وما أشبه ذلك. أستاذ محمد جلال القصاص، أشكر لك يا على هذه أشكرك على هذه المداخلة. مصر مسلمة شاء من شاء وأبى من أبى، وأي إسلامي يرى غير هذا فهو يعني التفاف. دكتور يعني علي. القواعد والأصول والأسس هذه لا أحد يختلف عليها، لكن قضية الممارسة كيف تتم الممارسة. ما أنا لا أرى أنه نحن نخطب خطب وعظية ونتحدث ونقول والله هكذا نمارس. عندما نتحدث يجب أن نتحدث بقوة عن مصدر ديننا ومصدر تشريعنا وما نطالب به نحن. نحن نريد الإسلام، نريد أن يحكم في الأرض، هذا أمر واضح. قضية الممارسة أني أنا أجي أخذ أقول لهم جماعة هذا هو المصحف بين أيديكم ومارسوا، كيف ستتعامل معه في الميدان، كيف ستتعامل مع الجيش، كيف ستتعامل مع التنمية، كيف ستتعامل مع التيارات، كيف ستتعامل مع الأنظمة الموجودة، كيف ستتعامل مع الدساتير. أني أضع شعار موعظي هذا ما في أسهل منه. يجب أن أتحدث بديني وبإسلامي وأنا أريد أن أحكم شرع الله. لكن عندما تتحدث عن المدنية يعني أحيانا تخلط المصطلحات ولا تفهم. أنت في بلد قوة مدنية مختلفة، وبلد ينظر إليه الغرب من زوايا متعددة، يسمح لك بأشياء ويعني يمنعك من أشياء. فأجي أنا الآن بسوي معركة مصطلحات، يعني الفذلكة السياسية، نوعية الخطبة. يعني كان الشيخ القرضاوي بالمناسبة يفترض أن يخطب الجمعة الماضية، ليس هذه الجمعة الماضية، ولكن حتى لا تحسب أن هذه والله ثورة دينية وبالتالي يتألب الغرب ويعني من لا يريد أن ينتصر العدل أو ينتصر حرية الناس نحو ما يريدون. فكان الشيخ امتنع وذكر له الحكماء ويقال من أين لك هذه المعلومة؟ من الشيخ يوسف القرضاوي نفسه، أنا كنت عنده قبل 3 أيام في داره وأبلغني هو بهذه المعلومة أنه كان يعني أنه امتنع عن الذهاب حتى لا تختطف الثورة. هو ممن يؤصل هذا المفهوم إن أنا لا أريد أن أذهب حتى لا يقال أن هذا أمر ديني فيبدأ ونحن عندنا تجارب الثورات وعندنا تجارب ما صار في الجزائر وما صار في غيرها، فنريد فقط أن نعطي نظرية وأن نتكلم بها دون أن نعطي لها ممارسات. عندما يأتي تركيا يا أخي عندما وصلت إلى السلطة عندهم 1100 شركة اقتصادية، عندهم 21 محطة تلفزيونية، عندهم 50 محطة إذاعية، عندهم 550 صندوق، عندهم 800 مدرسة، عندهم أرض صلبة. عندما يتحرك بقاعدته الإسلامية تمكن زي ما يعني يقولون، وبعد ذلك أصبح يخاطب الخطاب الإسلامي ولأنه نريد أن نعيد الفكرة العثمانية ونتحدث عن غزة وأننا لن نسمح بعد اليوم بإيذائها. الكلام إسلامي بحت، فلا أريد أن نخلط بين المصطلحات وننظر ان احنا كاننا لا نريد ان نحكم شرع الله في الارض. كما نقول في يعني شعبياتنا الزبده. انا اريد منك الزبده من خلال هذا الكلام. أريد انت يا دكتور علي شرع الله. لا تريد الان طرح موضوع الاسلمه او الشريعه او كذا. لا اريد ان اتحدث بوضوح، نريد تطبيق شرع الله في الارض لاننا مسلمين. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، السلم والاسلام. أريد الإسلام كما أراده الله. ما يطرحه القرضاوي يطالب بالدولة المدنية. الدولة المدنية ما دستورها؟ دستورها الإسلام. تتكلم عن المصطلحات، تتكلم عن الأحزاب الموجودة، تتكلم عن النظم الموجودة، كيف سنتعامل معها؟ هل سنأتي نقول والله نحن شرع الله ونضع لنا نظرياتنا الخاصة، فقيه الفلاني أو الفقيه الفلاني؟ دولة مدنية تتحاكم إلى نظم معينة لا يتتعارض مع الإسلام. أوكي، يعني هنا لا تتعارض مع الإسلام، ربما لب الخلاف لو كان معنا مصطلحي يعني مصطلحات الأستاذ محمد جلال القصاص لقال لك إنه لب الخلاف إنه الدواء يعني النظم هذه والدساتير المدنية لا تحتكم في نهايتها إلى أنا الشريعة. لا أتحدث أنا الذي أفعلها أنا هذا شيء موجود وأنت تريد أن تصل إلى ما تريد، لكن أن تأتي الآن فتقول كلنا سنخطب جمعة وكلنا ممكن أن نؤلف كتب ونقول نحن نعلن نريد شرع الله. ما هي الآلية التي توصلني إلى شرع الله سبحانه وتعالى؟ أنا أريده. إذا تمكنت أن أصل بقدراتي وإمكاناتي وعلاقاتي ونفوذي وبكل الإجراءات التي يتخذها السياسيون والمفكرون والفلاسفة وأصحاب النظم الداخلية واليسار وغيره، إذا استطاعوا هنا أصحاب المال أقصد هنا، لاستطعنا أن نفوذ إلى ما نريد، إلى حكم الله سبحانه وتعالى في الأرض لنا المسلمين، إلى عمران هذه الأرض.
كما أراد الله سبحانه وتعالى. ذلك العمران الشمولي وليس العمران الذي هو قائم على فكرة معينة أن أقيم حدا فقط، لا، أنا أريد أن أطبق كل شيء، وفي الوقت نفسه أن أنظر إلى الفقه السياسي الذي كان عند عمر بن الخطاب، والذي كان عند العز بن عبد السلام، والذي كان عند عمر بن عبد العزيز، والذي كان عند الشاطبي، والذي كان عند ابن تيمية وابن القيم. هؤلاء كلهم أغيبوا شريعة الله في الأرض، لا، هم تعاملوا مع الدستور الإسلامي كمنهج وطبقوه كممارسات وفق ما عاشوه في ذلك الزمان. فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نعود مرة أخرى إلى نظرية المصطلحات ومعركتها دون أن نعيش الممارسة، كما أنه لا يجوز علينا بحال من الأحوال أن نخاف أو أن نهاب من فكرتنا ودورنا في الأرض. نحن نريد شرع الله في الأرض أن يطبق، ولكن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض هو ليس يعني مجرد مواعظ أو كلمات تقال، يجب أن يدرس التاريخ الإسلامي من أوله إلى آخره قراءة شرعية تاريخية مقاصدية سياسية، وإلا لخرجنا من لعبة السياسة كلها، وإلا لألغينا التاريخ الإسلامي كله الذي بني على قواعد العلماء ومقاصدهم في التعامل مع العمل السياسي. أنا دعني مرة أخرى إلى موضوع الزبدة، هذه من خلاصة كلامك أنك تقول أننا نستطيع أن نصل إلى حكم الإسلام وشريعة الله سبحانه وتعالى والغايات والأهداف التي أتى بها الشرع من خلال الدولة المدنية التي تطرح الآن في مصر. الدولة المدنية التي نحن نصنع دساتير الآن، دكتور طارق البشري هو الرئيس ومعه مجموعة من، أنت لا تتوجس، أنت أيضا مطمئن. نريد أن نصنع، نريد مطمئن، أنا أريد أن أصنع، أنا يعني متفائل، خلينا أتكلم. جميل. إذا كان الغربيون وبعض السياسات كما ذكرت لنا، وأنا ذكرت لك طرف آخر، كلهم قاعد يراقبوا المشهد. فنحن فلنقول رأينا، نحن نريد شرع الله سبحانه وتعالى، الدستور الإسلامي. في المقابل لا أريد أن أضع شعار وهمي مكتوب أننا نريد أن نعبد هؤلاء الناس وأن نصنع وأن نغيب الله، أنتم أقباط، نسبتكم لا تذكر في الأرض، وأنتم عندكم أجندة خارجية. يعني أنا لا أريد الآن في ظل الوقت الآن المتاح هو التوقيت المناسب. لا نخطف الأمور من ضمن خطف الثورات، لا تخطفنا المصطلحات وننزل الآن بيانات في أشياء. يجب أن نكون واضحين، شرع الله في الأرض لأننا أمة مسلمة، وفي الوقت نفسه نريد أن نتعامل بما يمكننا من خلاله أن نصل بكل قوة وقدرة. دكتور علي، أنت أحد الناس الذين تابعوا بدقة الحراك في ميدان التحرير وهذه الثورة المصرية الأخيرة. الدكتور الأستاذ محمد جلال القصاص صحح لي وقال أن قلة قليلة جدا من السلفيين المصريين هي التي عارضت، بينما الأكثرية كانت في ميدان التحرير. إلى أي حد ترى يعني صوابية كلامي؟ بصراحة أنت ابتسمت. لا، بالنسبة للسلفيين زي ما تفضل وهو قال، لا يمكن أن تعتبرهم نظام واحد. يعني نحن جايين عشان نحاكم الناس ولا نعطيهم شهادات ولا نقول لهم موقفكم مخزي أو لا. من طبيعة العمل السلفي العلمي إن صح التعبير أنه يتحرك وفق أجندة معينة، طبعا همه الدين، همه الإسلام، همه أن يصل في النهاية إلى شرع الله سبحانه وتعالى، لكن في المقابل عنده جزء من هيبة فرضها النظام عليه، وعنده جزء من هيبة وهي أن لا يكون هناك فتنة أو خروج. وهذه أحد الأجندات التي تطرح غالبا أو دائما إن صح التعبير في الواقع العلمي. أنا لا أريد أن أتكلم عن السلفية كحزب، أريد أن أتكلم عن المنظومة السلفية تضع حدا لقضية الخروج على الحاكم، قضية الفتنة. فمن الطبيعي أن يكون هناك هيبة في أول الأمر، زي ما قال الأستاذ هنا، في جماعات خرجت وفي مجموعات انطلقت، لكن أيضا في شيوخ كما هو معروف وصلوا إلى ميدان التحرير وطردوا، ممن يمكن أن يحسب على التيار السلفي بل من رموزهم. والسبب في ذلك هو الموقف المحايد. لا أستطيع أن أقول لك أنا مع الثورة، ولا أستطيع أن أقول لك ضد الخروج الحاكم. عفوا، طردوا ممن؟ طردوا من رجال ميدان التحرير، الشباب اللي في ميدان التحرير طردوا رموز. أنا أقول لك بعض، يعني لا أريد أن أقول رمزه هو سين وصاد جيم من الناس. أتكلم عندما بدأت الثورة وتكلم بعضهم موقف ليس هو مع الشباب وليس هو مع الخروج على الحاكم. في المقابل أنت ذكرت مجموعة من علماء والمشايخ ممن استقبلوا واحتفي برأيهم، لكن وجد هؤلاء وهؤلاء. وهذا ترى يعني في يعني حتى لا تصير القضية هي تهمة،
نريد أن نخلص إلى منهج معين للتحاكم، هذا اللي كنا نتكلم عليه في الفلسفة أو البنية يعني المعرفية التي كانت موجودة في الغرب، لماذا لا تكون الآن في النظام الإسلامي؟ طبيعي أنك تجي تحاكمني بالسلاسل وبالقيود وتكون البيانات والبيانات والجيش، وأنا عندي مشروعات مثلا دعوية أو تربوية أو إسلامية أو كذا، فإذا تغيرت الأحوال ولازال الجيش طاغيا فربما كل المكتسبات التي تكسبوها ستكون خارج الإطار. طيب. فلنقل أنه كان في تخوف طبيعي، لكن وهم سووا مؤتمر بالمناسبة، يعني عملوا مؤتمر وصار هذا المؤتمر مشهور، هذا الذي يعني يثبت القضية، فخلص المجموعة يعني أنه كان في نوع من التردد في الأمر. لمن هو محسوب؟ على أستطيع أن أقول المدرسة السلفية المؤطرة. نعم. بينما في سلفيين غير مؤطرين، يعني يتبع المنهج السلفي ولا ينتظر أحدا، يشوف المنهج الإسلامي، يستشير بأهل الرأي والحكمة، لكن دون أن تختلط لديه المفاهيم الشرعية بالمفاهيم الواقعية. طيب. فهؤلاء مدارس لا يمكن أن نحسبهم في شخص واحد. طيب دكتور علي، الدولة المدنية بين اطمئنانك وتفاؤلك وتشاؤم الباحث محمد جلال القصاص، دعني استشرف رأي الأستاذ محمد جمال السلطان الكاتب والمحلل السياسي المصري ليفصل بينكما. حياك الله أستاذ جمال. أهلا وسهلا يا دكتور، حيا الله ضيفك الكريم. أستاذ جمال، يعني من قبل قليل الباحث المصري محمد جلال القصاص قال إن التحدي الأكبر والذي ربما يتم اختطاف هذه الثورة هو موضوع الدولة المدنية، وأبدى تشاؤما كبيرا، بينما ضيفي في الاستوديو الدكتور علي العمري هو مطمئن ومتفائل فيها. أنت كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه. في الحقيقة أنا بطبيعة الحال أنا أقرب إلى التفاؤل، ليس فقط من حالة نفسية أو حالة استشرافية، وإنما من المعطيات الموضوعية في الواقع. التشاؤم يأتي غالبا في مثل هذه الحالات من خبرات سياسية عربية قديمة كانت الشعوب فيها مهمشة، وكانت التحولات السياسية الضخمة والكبيرة والحاسمة عادة تكون صراع جنرالات، والشعب مهمش أو متفرد. ولكن الآن ما نحن بصدده في مصر الآن هي ثورة شعب حقيقية، يعني عندما يخرج لك 8 ملايين إنسان أو 10 ملايين في عموم مصر من أقصى إلى أقصى، فهذا المشهد المهيب يعني أن هذه الأمة هي التي تريد وهي التي تحدد وهي التي تحدث، وبالتالي فأنت لا تستطيع أن تطرح فكرة أنه اختطاف ثورة. من الذي يختطف هذه الملايين كلها؟ لا أحد، لأنك يعني ليس هناك شخصية أو حتى تيار أو جهة تستطيع أنها تختطف مثل هذه الملايين، وإنما من الطبيعي أن تكون هناك أطروحات مختلفة، كل صاحب رأي كل صاحب فكرة يقدمها. أيضا من الطبيعي أن تكون هناك بعض الارتباكات في البداية، لأنه أنت تعرف لما يكون شخص مثلا مغيب عن ضوء النهار لعدة أيام أو عدة أشهر فلا تستطيع أن تخرجه إلى ضوء الشمس دفعة واحدة، وإنما يأخذ الأمر تمهيديا حتى تعتاد عينه على هذه الحرية وعلى هذا الانفتاح وعلى هذه الروح الجميلة. فلكن لابد أن نثق في البداية أن الشعب المصري هو شعب متدين بطبيعته، تاريخيا هو شعب متدين، هو أقرب إلى روح الدين. وإذا قلت أن الأمة أصبحت في مصدر السلطات فكن على ثقة 100% و1000% أن هذه الأمة لا يمكن أن تستبدل شريعة الله، ولا يمكن أن تقول أن هوية مصر ليست هوية إسلامية وأن انتماءها ليس انتماء عربيا. هذا فرض أسطوري، فرض خرافي، أو فرض أقرب إلى الوساوس منه إلى الواقع. أحيانا نرى الآن بعض المشاهد المثيرة أنه بعض الشخصيات، بعض الأحزاب، بعض الرموز، بعض المفكرين ممن لهم يعني هوس الظهور في الفضائيات وفي وسائل الإعلام بصفة مستمرة للحديث بوصفهم كأنهم قواد الثورة أو كأنهم كانوا وقودها أو كأنهم كانوا وجهاؤها، والحقيقة لا بأس، اللي عايز يتمنظر لما يقوله يتمنظر، لكن ليس هذا ما نستطيع أو ليس هذا ما يخيفنا بمصطلح ضخم كبير مثل اختطاف الثورة. هؤلاء لا يستطيعون أن يختطفوا 2 بس في الشارع، مش 2 مليون، 2 بس رجلين في الشارع لا يستطيعون اختطافهم. أنا أميل إلى التفاؤل
إلى أن هذه الثورة نجحت، إلى أن هذه الثورة غيرت مفاهيم كثيرة جدا جدا في الفكر السياسي العربي وفي الفكر الإنساني، غيرت أيضا وأنا واثق من ذلك مما أقول، غيرت وستغير الكثير من المفاهيم في فقه السياسة الشرعية عند قطاع ضخم جدا من التيار السلفي في عموم العالم العربي. أستاذ جمال، أنت تقول لا يمكن أن تختطف هذه الثورة، لكن التاريخ ربما لا يوافقك على هذا. أنت تعلم بورقيبة، أنتم في مصر، أنتم في ثورة ضباط يوليو، تعرف أن من قام بهذه الثورة هم الشعب والإخوان المسلمين وغيرهم، ثم جاء هؤلاء الضباط واختطفوها. كيف توفق بين ما يحكي لنا التاريخ وبين ما تقوله الآن؟ نعم، لا هو يعني المقارنة مختلفة يا دكتور عبد العزيز. حركة 52 هناك إجماع على أنها حركة ضباط، يعني صراع الجنرالات، القيادات الوسيطة في القوات المسلحة قامت بانقلاب على الجيش وعلى القصر الملكي على الملك فاروق، ولكن الشعب نفسه لم يكن شريكا فعليا في هذه الثورة. دعنا نقول الإخوان المسلمين، كان الإخوان المسلمين، هي تحكي كتب التاريخ ذلك. لا، الإخوان المسلمون لم يقوموا بالثورة نهائيا، لكنهم كانوا قوة شعبية حاضرة في الحراك السياسي الموجود هناك. لكن الإخوان المسلمون لم يكونوا حشدوا عدة ملايين نزلوا إلى الشوارع وفرضوا إرادة الأمة أبدا. الجيش هو الذي أعلن البيان رقم واحد، الجيش هو الذي دخل بدباباته، الجيش هو الذي حاصر القصر الملكي، الجيش الذي وجه إنذارا إلى الملك بمغادرة البلاد. كل هذه صراع جنرالات، ولكن الآن الوضع مختلف. الجيش نفسه هنا في مصر، وهي الحقيقة الجيش المصري أثبت أنه مؤسسة وطنية محترمة ولها يعني أسس أخلاقية وإنسانية واضحة جدا جدا شاهد بها العالم كله. الآن الجيش المصري هو استجاب لثورة الشعب، يعني أعلن تضامنه مع ثورة الشعب، ولكن لم يقم الجيش بمحاولة انقلاب. هذه الملايين هي الضامن، هي الضامن، وهي التي تحمي هذه المطالب المشروعة للشعب المصري. وأي قوة لا سواء جيش أو غير جيش لا تستطيع أن تغامر بأن تخذل الشعب مرة أخرى، لأن هذه الملايين مستعدة لأن تنزل في كل مرة إلى الشارع لفرض إرادتها، وهذا هو ضمان. أستاذ جمال، وأنت يعني تثني مطمئنا على الجيش، لكن هناك بعض المحللين السياسيين ما زالوا يتوجسون، وللتو ذكرت وأنا سقت للدكتور علي العمري ما قاله أحد المحللين السياسيين سعيد شيخ، قال يعني نتوجس من أن النظام ما زال باقيا والذي سقط فقط رأسه بشكل مخادع، نتوجس من خديعة أن الجيش المصري هو جيش الشعب وفي الواقع هو جيش النظام، نتوجس أن الجيش المصري قد خطف الثورة، ألا تتوجس معه؟ لا ابدا ابدا. شوف دكتور عبد العزيز، ربما يعني كانت يعني من فضل الله علي انني تابعت وواكبت احداث هذه الثوره وتطوراتها منذ يومها الاول في ميدان التحرير وفي غيره من الاماكن، ولذلك يوميات ومشاهد هذه الثوره تعطي غير ذلك، يعني لا تجعل من شارك فيها ومن لاحظها من البدايه اللي هو يتوجس سخيفه. موقف الجيش كان مشرفا منذ البدايه، الجيش رفض منذ اللحظه الاولى لما امر مبارك انه نزل، وانا شفت بعيني وكنت في ميدان التحرير لما اتت طائرات F-16 فوق رؤوس المتظاهرين، كانت هناك اوامر بسحق الثوره، الجيش رفض الاستجابه لهذه المطالب، وقيادات وسيطه بدات تنضم الى الثوره، وهذا ما اقلق الجميع. المخاوف هي الحقيقه هو تراث، يعني الخوف هو تراث، نحن لا نصدق، هل معقول هذا حدث؟ ده هناك من يتصور ان مبارك رجع ثاني، يا أخي أنت هناك يعني أنت تتكلم الآن، هذا النظام كان يقوم بأساسه على 4 أو 5 أشخاص في أركانه، هذه الأسماء كلها أطيح بها وقطعت رؤوسها وبعضهم في السجن الآن، جمال مبارك الذي هرب وزكريا عتمي الذي اختفى وأحمد عز الذي دخل إلى السجن وصفوة الشريف الذي حلم، يعني في عدة أسماء انتهى، هذا النظام انتهى. لكن بطبيعة الحال يعني ثمرات التحول ومعالمه تأخذ بعضا من الوقت، هذا تراث طويل من الخوف ومن القهر ومن التهميش لا تستطيع أن يعني ترى ثمراته واضحة وبينة في خلال أسبوع أو خلال 10 أيام ولا حتى في شهر ولا في شهرين. لكن المسألة تحتاج إلى نوع من الصبر. طيب هنا السؤال، وأنت بكل الاطمئنان والتفاؤل تتكلم يعني عن هذه الثورة،
ألا توجد لديك مخاوف يا أستاذ جمال؟ مخاوف من أن تتبدد هذه الثورة، مخاوف من أن تحيد عن أهدافها؟ كنا نتكلم عن اختطاف وأنت رفضت هذا. أنا خوفي الوحيد فقط من ضعف خبرة القوى السياسية وبما فيها القوى الإسلامية بالعمل السياسي أن تقود دولة. يعني المشكلة أننا ليس لدينا رجال دولة بالمفهوم السياسي، فلذلك أنا قلقي كله أن يعني أن تكون هناك مشكلات أو متاعب في أن ندير خلافاتنا السياسية وأن ندير حوارنا السياسي، لأنك الآن أنت داخل على يعني بناء دولة. يعني أنت كنت في وضع المعارض، في وضع المحتج، في وضع الرافض، هذا جميل ونجح، لكن يبقى الآن الجيش يقول لك تعال تفضل استلم الدولة، كيف ستدير هذه الدولة وأنت عندك عدد من القوى وكل قوة لها مطالب؟ كيف سندير خلافاتنا؟ كيف سندير هذه الدولة؟ هذا هو التحدي الحقيقي، وأنا لست خائفا، صحيح في قلق، لكن أنا واثق أن التجربة والمران يعني سيؤدي إلى يعني صناعة وعي جديد وقدرات جديدة، وأنا واثق كل الثقة أن مستقبل هذا البلاد، هذه البلد، سيكون إن شاء الله مستقبل أكثر عدلا وأكثر نهورا. هنا النقطة الأخيرة أستاذ جمال قبل أن أودعك، وأنت تقول أن تخوفك الوحيد فقط بعدم وجود رجال يديرون الدولة، ألا تتوجس من مثل رئيس البرلمان الإيراني لاريغاني، من أن وهو صرح وقال أن الولايات المتحدة تحاول خطف الثورة المصرية وقتلها في مهدها وذلك خدمة لأجندات إسرائيل؟ الولايات المتحدة ألا تستبعد يعني أن تتغلغل في وسط هذه الثورة وتحاول أخذ بعض مكاسبها؟ لا لا لا، هو أولا هو لاريغاني أو قيادات النظام الإيراني، هو الحقيقة لو ابتعدوا عنا وكما يقول المصريون يعني ينقصونا بسكوتهم يكون أفضل، لأن هم كلامهم وتصريحاتهم تسيء إلينا ولا تفيد أبدا. أما مسألة إن هو التدخل الأمريكي أو يعني الهندسة، الحقيقة أنا أستغرب كثيرا من يعني ما زال تراث قديم وعتيق في الفكر السياسي العربي أن الأمريكيين قادرون دائما على إعادة هندسة وبناء دولنا بشكل كامل، وهذه فيها مبالغة كبيرة. الأثر الأمريكي موجود، لكن أمريكا لا تستطيع أن تصنع لشعب نظامه، ولا تستطيع إلا في حالة تهميش هذا الشعب بكامله، لكن نحن في حالة الآن لا تسمح للأمريكيين ولا تسمح لغير الأمريكيين أن يؤثروا بشكل يعني كبير في صياغة الدولة المصرية الجديدة. لكن بلا شك أن الأمريكيين عفواً أستاذ جمال، يعني موقف أمريكا خلال هذه الثورة هي التي قلبت المعادلة، ألست معي في هذا؟ لا 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 أبداً، الأمريكيون كانوا حريصين على مباراة حتى النفس الأخير، وكانت هناك ضغوط كبيرة جداً جداً من الإسرائيليين تحديدا، بأن وجود مبارك هو ضمانة استمرار وعهد السلام العربية المصرية الإسرائيلية، وأنه استقرار، وأنه حاجة للصد ضد الإسلاميين أو الصحوة الإسلامية. ظل الأمريكيون حتى النفس الأخير يحاولون البحث عن صيغة تبقي نظام مبارك، لكن في النهاية فشلوا وبدأوا يتعاملوا مع الأمر الواقع، فقط طلبوا من الجيش ضمان احترام معاهدات الصلح. نعم. العربية الإسرائيلية. أستاذ جمال سلطان، أشكر لك جزيلا هذه المداخلة القيمة، أدعوك أن تستمع إلى تعليق ضيفي في الاستوديو الدكتور علي العمري. أبدأ من المفردة المصرية الجميلة، نقطونا بسكاتكم ويكلم على واستبعد أنه الأمريكان يعني أن يؤثروا على هذه الثورة. خليني أقول لك بالشعب، أنت ليش منت راضي يعني تقبل أن الشعب العربي المسلم اليوم المعاصر يمكن أن يحدث فكر سياسي جديد؟ يعني لماذا نحن دائما قاعدين نأخذ نظريات وأفكار من الخارج، وأنه هؤلاء هم صنعوا الثورة، وأنه كان قبل في 52 وفي 19؟ نعم التاريخ يمكن أن يستفاد منه، لكن التاريخ يبنى، التاريخ يصنع كل فترة أخرى. وجدنا الآن مثلا أبا حمزة، أنا هنا لطرح كافة الآراء عليك وعلى الضيوف، لا وليس بالدرجة الأولى أن أكون مقتنعا. لا لا طبعا، بس هو من باب يعني إطفاء شيء من الحيوية على اللقاء.
نحن ممكن أن نصنع شيئا جديدا في الفكر الإسلامي، وكما تفضل أخي أستاذ جمال إلى أنه نحن متفائلون، ونحن كعرب وكمسلمين صنعنا ثورة في تونس، صنعنا ثورة أخرى الآن في مصر، وكل من أراد أن يسير على نفس الخط أو على نفس التيار أو على نفس الاتجاه لابد أن تكون هناك ثورات ضده. طبعا لو تلاحظ أنها ثورة سياسية سلمية. الآن هل يعقل أن يرى العالم الغربي كله أنه الثورة الفرنسية ولا الثورة البريطانية ولا حتى ثوراتهم هم التي ثاروا بها على الشعب العربي والمسلم سواء في العراق أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في لبنان أو في غيرها، كلها ثورات مسلحة من أجل أن يسقطوا نظاما معينا، بينما علم الشعب العربي المسلم ثورة جديدة لم يكن يتخيلها الغرب، وهي ثورة سلمية خرجوا بصدورهم. وأنا كنت حتى أسمع إلى القواعد التكتيك التي كانت داخل ميدان التحرير، وهي قضية كتف سلاح، يعني قضية كتف سلاح، هذا حط كتفي على كتفك وعري صدرك للسلاح بحيث أنك أنت لا يمكن أن تصوب أي شيء مسلح على الطرف الآخر، وأن تستقبل أنت بنفسك السلاح، وهم الذين نظموا قضية دخول البلطجية أو تفريدهم من غيرهم. هذه الأطر أطر فكرية سياسية، لكن نحن نقول كونه ما يوجد منظومة سابقة سياسية بحكم الديكتاتورية الموجودة، فالآن إن شاء الله أن تصنع هذه الأفكار لكي تستفيد منها الشعوب، فنحن نتفائل. ولكن هنا الأستاذ جمال عندما سألته وهو الخبير بالشؤون المصرية قال خوفه الوحيد فقط من ضعف وخبرة القوة السياسية والإسلامية تحديدا، قال قلت نفسه ليس لدينا رجال دولة، فمشكلة. لا يعني شوف، أنت لما تأتي لكل دولة لها نظامها ولها طرائقها، لما تكون والله دولة علمانية تسمح لك بكافة النظم، يعني تركيا دولة علمانية معروف تواطؤها مع إسرائيل إلى آخره، لكن كان موجود هناك حزب سياسي إسلامي يتحرك وحتى كان يجمع مئات الآلاف في الملاعب لو أراد، وكان يسمح له بالعملية الاقتصادية والعملية السياسية، وذلك تقدم في البلديات وتقدم في انتخاب الوزراء أكثر من مرة، سقط فترات وقوي فترات. أنا أضيف تخوف آخر، يعني ربما أن يقال مع تخوف الخبرة السياسية، لكن أيضا لا نريد نحن أن نشطب على رجالات أقوياء وعلى أناس بدأوا الآن يدخلون في العملية القانونية والسياسية. التخوف من البنية الداخلية للشعوب العربية والإسلامية، إذا الآن بدأنا نقول والله الإسلام الحركي إخوان مسلمين مع السلفي مع عامة الشعب مع الشباب هي فكرة التجديد لبناء ثورة سلمية تطالب بالحريات وبالحقوق، الثورة التي بدأ بها الحسين والزبير وعبد الله بن عباس وعصر الخلفاء كانت تطالب بحريات الناس التي كان يقولها الجندي البسيط في الجيش، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، كلها نظم حرية. نحن أتينا لسعة الحياة لساعة الدنيا وليس لضيقها، الإسلام يجب أن يوسع على الناس حياتهم، وهذا الذي أنا أتحدث يعني في ظل المصطلحات المدنية، وإلا أنا مقر بالشريعة. عندما نتكلم إلى العدل، ويجب أن يتحدث هنا علماء الشريعة علماء الفكر الإسلامي، أن يتحدثوا بلغة واضحة، أن لا يتحدثوا بلغة السلطان أو بلغة السياسية العليا. أشار إلى ذلك الأستاذ جمال سلطان وقال بأن هذه الثورة غيرت من المفاهيم في فقه السياسة الشرعية، ولا بد أن تستمر، لأنه بعضه يعني أحيانا للأسف النصوص الشرعية التي لا تقرأ جيدا، لأن نحن عندما نقرأ في الثورة الفرنسية نجد كلمة أخوة حرية مساواة، نجد الآن نحن عندنا قاعدين نختلف حتى في الأشياء الفقهية حتى للأسف، وأنا أريد أن أوصل رسالة إلى رموز العلم الشرعي أنه يتقاطع ويتواصل مع رموز الفكر الإسلامي السياسي أو القانوني أو ينزل إلى الميدان مع الفكر الدعوي. لا نريد فقط أنه يعطونا أشياء خلافية فقهية، أو كما تحدث يعني البعض إذا صارت عندنا قضية كاشير مثلا لنا رأينا الفقهي لكن نضعه في إطاره، لكن أن تكون الحملة الضخمة الهائلة في هذا الموضوع، ولا نجد صوتا يتحدث مع أعلى سلطة ليتحدث أنه سارت في دماء أسيلت أو أن مياه أغرقت الناس أو مطالب قانونية أو قضائية أو مدنية أو مساواة في القضاء أو في غيرها. يجب أن يكون هناك عدل ومساواة. أمر آخر يعني أريد أن أنبه إليه، أن لا تتحول هذه الثورة إلى حركة شعبية غير مؤطرة، فهنا نحتاج نحن العالم الشرعي، لكن نحتاج العقل السياسي، ونحتاج الذي يفهم في الحياة المدنية والتجارية وإلى غيرها، كما يحدث الآن في البحرين مثلا، دولة فيها الحريات، دولة تقيم شعارها ودستورها الإسلام، حريات المسلمين يقدموا كما يريدون، الشيعة كما يريدون، حتى غير الشيعة موجود هناك مذاهب وأحزاب، حتى ملحدين لهم نظمهم وقوانينهم، فأن يختطف الشيعة الموقف
وقد فعلوا تجارب مختلفة إلى الفترة الأخيرة وهم يريدون أن يقلبوا النظام وقد ثبت هذا رسميا. وكنت أقرأ قديما التنظيم السري الشيعي وهو بالمناسبة مطبوع. تتكلم عن البحرين أنت هنا يا بحرين؟ أي أقصد أنه الآن لا تتحول الشعوب إلى أن مجرد ثورة ونريد أن نخطف ما جرى في تونس وما جرى في مصر، وهم أصحاب تجارب ثبت الآن أنهم يريدون أفكار معينة، كتب التي ألفت عنهم بالحقائق وبالوثائق. يجب أن نرى هيئة كبار العلماء، الاتحاد العالمي علماء المسلمين، رابطة علماء الشريعة، أن توضح لنا الفكر الشرع السياسي، أن يكونوا كعلماء السلف. نعم. سابقا أنا أستاذنك لأن الأستاذ محمد جلال قصاص ألح على المداخلة مرة أخرى، وحياك الله يا أبا جلال. حياك الله دكتور عبد العزيز. سريعا بخصوص السلفية، يوجد فريقان من كل منظومة سياسية موجودة في مصر قبل الثورة، حتى في السلفية وفي المعارضة وفي الإخوان أيضا، هناك من كان يداهن النظام أو من كان يمشي في فلك النظام، وطبعا غني عن القول أن كل نظام بعضه سياسي وبعضه أمني وبعضه فكري وبعضه شرعي وليس له وجهة واحدة. أما السلفية فكانت موجودة في ميدان التحرير في شخص أكبر رمز للسلفية متفق عليه في مصر، وهو الدكتور محمد عبد المقصود، يتكلم قبل أن تتضح معالم الثورة من قلب ميدان التحرير، والشيخ نشأت أحمد وغيرهم، وكانت موجودة في شباب السلفية. نحن أمام تجديد في التوجه الديني شبابي موازي تماما للتجديد في الاتجاهات الأخرى اللي هي سياسية وعلمانية وغير ذلك. أنا أريد أن أقول أتفق مع الدكتور في أننا علينا أن نتجه جميعا إخوان وسلفية وجميع التوجهات الدينية، وخاصة أن فترة الجامعات مرت أصبحنا الآن توجهات وليس جماعات، علينا أن نتفق للحفاظ على الثمرة، التوجه للحفاظ على الهوية الإسلامية ضد لصوص الثمرة القلة السياسية والعددية. ولكنك يا أستاذ محمد جلال كنت متوجسا من موضوع الدولة المدنية. أنا وما زلت الأستاذ جمال سلطان لا يوافقك ويقول هو متفائل جدا. الأستاذ جمال سلطان لا يتوجس من جهاد الثورة وليس من الدولة المدنية، لا يتوجس من جهاد الثورة. الأستاذ جمال يراهن على الشعب المصري على أنه شعب متدين، ولكننا عاطفيون. انهرج فينا من يتكلم بدولة مدنية وحرية وما إلى ذلك، اتبعه العامة، والعامة تؤتى من أذنها. لا بد من الضغط والتوجيه الخطاب الديني الذي هو خيار الشعب والذي رأيناه من الشعب في الصلاة وفي ميدان التحرير. هذا الذي أريد أن أقوله، علينا أن نتجه الآن، وخاصة أن مرحلة الجماعات والمسميات والتعصب للأفراد وأصبحنا توجهات الآن على التوجه الإسلامي بكل رموزه الآن، أن يتجه لرد هذه القلة السياسية والعددية التي تريد سرقة الثورة وتوجيهها إلى الدولة المدنية أو إلى الخيار المرفوض عدديا وتاريخيا وكل شيء، وهو خيار الدولة المدنية. هذا ما أريد أن أقوله، وأريد أن أدفع فكرة أن السلفية جاءت متأخرة، بأن السلفية موجودة من أول يوم وموجودة كشعب مصري وليس كتوجه ديني، وأننا نحب بلدنا ونحافظ على هويتها ونريد لها الخير جميعا. هذا ما عندي، جزاك الله خير. شكرا أستاذ محمد جلال القصاص. أنتقل إلى جزئية جديدة في موضوع اختطاف الثورات. ماذا عن تنظيم القاعدة؟ هناك كاتب غربي كينيث بولك كتب مقالة بعنوان هل تستطيع القاعدة خطف إنجازات الثورة المصرية؟ قال فيها غالبا ما تخطف إنجازات الثورات على يد جماعات مشابهة للحركة البلشفية، وهي حركة متطرفة كانت في السابق مهمشة جدا لدرجة أنها لم تكن تطرح أي تهديد فعلي، ويقبع نظراء الحركة البلشفية في الثورة المصرية في كهوف في باكستان، إنهم المتطرفون السلفيون التابعون للجهاد الإسلامي المصري بزعامة أيمن الظواهري، إلى جانب جماعات أخرى سعت إلى إطلاق ثورة مصرية طوال حقبة التسعينيات، فشنت تلك الجهات حملة إرهابية وحشية في محاولة لتحقيق هدفها، لكن سرعان ما طردت من البلاد في نهاية المطاف لتصل إلى أحضان أسامة بن لادن والقاعدة، حيث أصبحت إحدى أبرز فصائلها. هو يقول ربما ستكون مثل الثورة البلشفية، كانت الثورة البلشفية في مهمشة ثم أتت وخطفت هذه الثورة الروسية. هل إلى أي مدى ترى يعني واقعية هذا الطرح؟ لا أظن أن هناك أحزن ولا أكثر يعني ألماً من اتخذ سبيل أو طريق العنف في التعامل مع
واقع المسلمين. بالعكس هم الآن في أشد حالات الحزن، لأن الثورة هذه ثورة سلمية لا تقبل بأي حال من الأحوال طريق السلاح، ثورة سلمية وأصبحت ثورة شعبية. وهي بالمناسبة كما قال أخي الشيخ جمال والأستاذ محمد أنها ثورة شعبية متراصة متكاملة، وفي الوقت نفسه كانت تؤصل مبدأ السلم، وبالتالي هذا لا يريده التيار العنف. وكنا قرأنا الآن في الأخبار قبل يومين أنه حركة الجهاد الإسلامي المصري تحركت، بمعنى أنها تريد أن توجد لها مكان، ولكن مكان ليس بمعنى الفكر القديم، إنما توجد لها خلاص، يعني كنا مغلق علينا فترة ثم بدأت قضية المراجعات، ويجب أن نؤصل إلى أن صارت مراجعات حقيقية واتصالات ومكالمات واهتمامات بين المجالس بعضها ببعض، والآن أصبح فكر جديد، فيريدون أن يرجعوا إلى الساحة بمسماهم الذي هو معروف، ولهم من يوبع عنهم كمحامين كشيء مشهور. ولذلك لا تلحظ الآن أي عبارة لا لأيمن الظواهري ولا لغيره يتكلم عما جرى في مصر، وهم كان يعني أول المبادرين لأي قضية، والسبب في ذلك إنها قضية سلمية أدارها الشعب باقتدار وبأنظمة أستطيع أن أقول عربية بحتة، طريقة الشعب فيما بينه في علاقاته ونفوذه، قضية استخدام الوسائل العصرية، قضية تكرير أو تكرار مسألة السلم، قضية الخطب والأناشيد. أستطيع لو قلنا أن هناك النظام الشيعي الذي يفاخر بمسألة المال والعاطفة في عملياته، ولولاه ما لسقط، يعني النظام الشيعي بنيته الشعبية العواطف والمال. بينما الحركة الآن المصرية لم تكن بالنسبة للمالية بشكل كبير، إنما تحركت بالقضية العاطفية، والشعب المصري بعمومه متدين وعاطفي، فاستغل عاطفته في الثورة، كما يقول المفكر المغربي عبد السلام الدائم، يقول الثورة كالحب ليس لها زمان محدد، فإذا ما يعني جاءت ثورة الحب هذه يعني غيرت كل شيء، فاستغل الشعب المصري ثورة الحب لمصر، ورأينا المناظر والصور. ما نؤكده في جزئية أخرى غير المال، وهي قضية الشبكات الحديثة التي بدأ بها شباب مصر، والتي أكد عليها مجموعة من الكتاب. كاستلس هذا عنده كتاب غريب وعجيب، وأتمنى أن يعني ينتشر وأن يداول في المكتبات الضخمة، عنوانه مجتمع الشبكات. ويتحدث عن نظام جديد حديث للتغيير الاجتماعي والسياسي. رجالات مصر وشباب مصر والمسؤولين في مصر من ناحية الذين شاركوا في الثورة استطاعوا باقتدار أن يعطوا نموذج لمجتمع الشبكات الحديث، أزعم أنه سيدرس في بلاد الغرب بنظام مجتمع الشبكات، ولكن بطرقهم وآلياتهم العربية الحديثة. جميل. الأستاذ محمد معروف الشيباني الكاتب والمحلل السياسي، حياك الله أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. سلام. أستاذ محمد، يعني أنت أحد المحللين المتابعين لما يحدث في مصر، كيف تستشرف المستقبل بالنسبة لثورة الشباب الخالدة؟ هل برأيك ستختطف من قبل الجيش أو من قبل أصحاب الأجندات الخاصة أم من قبل أمريكا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نتحدث عن اختطاف الثورة هناك مسارين تسأل عنهما، هل هو من صنع الثورة؟ فلا يستطيع أي أحد أن يدعي ويختطف أنه صنع تلك الثورة على الإطلاق. الثورة هذه الحقيقة معجزة إلهية، لم تدر في خلد لا حكام مصر ولا حكام العالم جميعا ولا أعظم أجهزة التحليل والمخابرات. هذه الحقيقة معجزة إلهية ترتبت على أيدي شباب ورجال، حتى هم ربما عندما بدأوا يومهم الأول لم يتخيلوا أو يتوقعوا أن تؤول إلى ما آلت إليه اليوم. أما إذا فبالتالي لا يستطيع أحد أن يدعي أنه حقق أو عمل تلك الثورة. أنا أتكلم عن فرد أو حزب، أما عن أمة ما في شك أن الأمة المصرية صنعت مجدا يندر أن يكون له مثيل في التاريخ. أما إذا كان السؤال عن توجهات المستقبل وكيف سيتم اختطافها مستقبلا، فالثورة تحققت وزال رمز النظام. التحدي الآن هو بناء الدولة، بناء الدولة وبناء المجتمع وبناء مقدرات هذا الشعب المصري العظيم. عندما تدخل في عملية البناء لا شك أنه تتداخل لديك عناصر كثيرة تبرز من مسارين، مسار أعداء الأمة، أعداء
أعداء مصر، أعداء تستطيع أن تسميهم حتى أعداء الثورة، والمسار الآخر هم المنتفعون الذين كانوا منتفعين في النظام السابق وربما سيحاولوا أن ينتفعوا في النظام الجديد. أعداء الأمة لابد أن يكون لهم حراك في الفترة القادمة للبناء، هدفهم بذلك أولا أن لا تخرج نتائج إيجابية قوية مثمرة لما تحقق من تغيير في النظام. لا شك أنه أول هدف ربما يحاولون أن يضربوا فيه هو هدف ضرب الطائفية، بمعنى إثارة مشكلة على غرار ما الحادث المؤسف الذي حصل في الإسكندرية في كنيسة القديسين بهدف ضرب الوحدة ما بين الأقباط والمسلمين. قد تتعرض مصر لمثل هذه الأحداث بهدف ضرب وحدة هذا الشعب، هذا في جزئية الأعداء. لا شك أن هناك محاولة ستكون وهي طبيعية من كثير من المنتفعين في سبيل أن يدخلوا في دائرة بناء الدولة الجديدة، سواء كانوا منتفعين من النظام السابق وهم ليسوا فقط الزمرة التي تتداول أسماءها، وإنما هناك مئات بل ربما آلاف بل ربما عشرات الألوف من درجات الانتفاع في مختلف مراحل المنظومة، منظومة النظام ومنظومة العمل. إذن مسألة الاختطاف تعتمد على تحدي إقامة الدولة الحقيقة. المسألة الأخرى مقارنة هذا الأمر بما تم من ثورات سابقة في دول أخرى أو حتى في ثورة 52 في مصر. ثورة 25 يناير هي ثورة تقدم بها الشعب وتبعه بعد ذلك الجيش وتبعه ويحاول أن يتبعه أو يلحق به كثير من المنتفعين، بينما كانت ثورة 52 في مقدمتها ضباط ولكن تبعتهم العامة من الناس. فهنا فرق، لا تزال ثورة 25 يناير حققت القيادة في يد الجماهير وفي يد الشعب، وبالتالي يصعب بعد أن ذاقوا حلاوة ثمرة الثورة يصعب على أي مختطف أن يحاول أن يختطفها لكي تحيد عن معانيها الرئيسية، وهي يعني رفع الظلم والفساد ومحاربة الاضطهاد وقمع الحريات. هذه أهداف أساسية سيكون على التحدي الكبير أمام الرئيس المدني القادم وأمام الجيش وأمام المؤسسات التي ستبنى خلال الشهور الستة القادمة. سيكون تحدي كبير أمامهم أن يحققوا أو يبدأوا في تحقيق هذه المطالب الحقيقية للثورة. إن نجحوا، درجة نجاحهم في تحقيق تلك المطالب هو الذي سيعني أن الثورة أهدت نتائجها وأكلها. أما إن حادوا عن ذلك فبالتأكيد أن الثورة مؤهلة إلى أن تتحرك مرة أخرى بعد سنة بعد سنتين بعد فترات الله أعلم بها حسب درجة ذلك الإخلاص. لكن أنا أود الحقيقة أن ألفت إلى زاوية أخرى هي روح الثورة. روح الثورة التي تمت في مصر أثرت وانطلقت إلى جهتين، الشعوب العربية الأخرى وزعماء وقادة الشعوب العربية الأخرى. هذه الروح التي انتقلت إلى هناك، لا شك أن هناك أعداء وهناك من سيحاول اختطاف هذه الروح من فكر تلك الشعوب العربية الأخرى المماثلة لما كان يقع من ظلم على الشعب المصري، أو حتى اختطاف ما يمكن أن يكون أو يتحقق من إيجابيات في فكر بعض القادة العرب الآخرين نتيجة ما رأوه من روح للثورة. لا شك أن هناك، أنا أعتقد وأؤمن على أن كل إن لم يكن معظم قادة الدول العربية اليوم هم أحرص ما يكونون على تصحيح كثير من مسارات بلدانهم وتصحيح كثير من الأخطاء التي مارسها نظامهم. والخوف، كل الخوف الآن أن يأتي من يختطف من أذهانهم تلك النوايا الطيبة التي حققتها ثورة 25 يناير، لأنهم بالطبع لا يريدون أن يتحقق في بلدانهم ما تحقق في مصر أو في تونس. نعم. فهم اليوم أقدر الناس على تحقيق ما بدأ يتضح الحقيقة في نواياهم
هنا والخوف من اختطاف هذه النوايا الطيبة اليوم لطمأنتهم إلى أن الأمور تحت السيطرة وأن ما حصل في تونس أو في مصر لا يمكن أن ينتقل. أنا أعود إلى ما طرحته من أن في مسار أعداء الأمة في بداية مداخلتك وقلت يعني أنهم سيحاولون الضرب على وتر الطائفية لإحداث هذه الخلخلة واختطاف الثورة. ما الحل الذي تطرحه أستاذ محمد للحيلولة دون الوقوع في فخ الطائفية؟ الحل الحقيقة جانبين. طبعا الجانب الأول هو يقظة الشعب المصري بمسلميه وأقباطه بالفعل إلى هذا الخطر الداهم الذي يمكن أن يحدث في أي لحظة، لأنه إذا أدركوا مكمن الخطأ سيكونون جميعا عينا يقظة ونية مخلصة في سبيل حماية أنفسهم من هذا الخطر. طيب الجانب الثاني؟ الجانب الثاني الحقيقة أعتقد هو محاولة استيعاب أيضا أن هناك مصالح لبعض الدول العظمى لابد أن يتم التفاهم عليها بشيء من العقلانية. يعني في بداية سؤالكم طرحت هل أمريكا يمكن أن تؤثر؟ نعم. أمريكا الحقيقة ثبت لديها أن نظامها لن تعوض نظام مثل نظام مبارك، ليس على مستوى مصر بل على مستوى المنطقة ككل، لكن أمريكا في النهاية دولة تبحث عن مصالحها، وعندما وجدت في اليوم الأول أن مصالحها مع الشعب بدأت تقلب ظهر المجن لمبارك وستقلبه غدا لأي حاكم آخر مثل مبارك، لأن هي تريد مصالحها. اليوم عندما تريد أن تدخل هي تعرف أنها مصالحها في مصر لا تستطيع أن تحققها من خلال رموز النظام السابق، سواء كان رموزه من مسؤولين أو مثقفين أو رجال أعمال أو 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 الذين كانوا يدافعون عن أمريكا في ذلك الوقت، هم انكشفت هويتهم، فبالتالي لابد أن تغير هؤلاء الرموز. نعم. موضوع الدولة، موضوع عفوا للمقاطعة، موضوع الدولة المدنية التي يعني اختلف فيها ضيوفي اليوم، هل يمكن أن يكون حلا لدرء الطائفية؟ بالتأكيد إذا كانت الدولة المدنية لا توافق على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بالتأكيد أن الدولة المدنية هي حل مثالي، إذا كان لا يتعارض في معطياته وفي منتجاته وفي ممارسته لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. أستاذ محمد معروف الشيباني الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شكرا على مشاركتك. دكتور علي أشار إلى نقطة مهمة وقال إن أعداء هذه الأمة وأعداء هذه الثورة سيحاولون اختطافها عبر ضرب وتر الطائفية في مصر وإحداث هزة. هذه واحدة من الأساليب التي دائما عبر التاريخ يفعلونها، محاولة خلخلة الصف الداخلي، أي قوة أي تجمع، بل حتى أصلا سقوط الفكر الإسلامي في مراحل فيه أو سقوط نفس الجماعات الإسلامية أو التيارات، المجتمع بنفسه عندما يدوب فيه الحسد والحقد والغل، هذا كله هو عبارة عن تفكيك داخلي من داخل بنية المجتمع. نعم. بالنسبة للمستوى السياسي الإسلامي أو الدعوي، لأنه منظومته مختلفة شوية، فحيكون قضية القيادات والسلطات والنظرات في الوسائل، وتجي يعني عندما تبحث تجد أنها عبارة عن وسائل، هذه الوسائل كلها يمكن أن يتفقوا عليها ويتجهوا إلى الغاية، كما كان يقول مالك بن نبي رحمة الله عليه إن الاختلاف ليس في الأفكار، يعني الأفكار نحن واضحة لدينا، النظريات واضحة، نريد أن نصل إلى الحقيقة، هم يريدون دائما أن يعيدونا إلى النص، إلى الدليل، وهذا الدليل كلهم يقولوا به، نريد أن نخرج من الدليل الذي يتكئ عليه، كما يقول شريعتنا ليست بحاجة إلى استظهار، بحاجة إلى افتقار، يعني بعض الناس تحاول أن يستظهر الدليل ليقوي نفسه. نعم. حتى على المستوى للأسف الإسلامي السياسي أو الإسلامي حتى غير السياسي، بينما نحن بحاجة إلى افتقار، بمعنى أن نعود إلى هذا الدين الإسلامي ونحاول أن ننظر إليه بعمق وأن نصل إلى غايات وأهداف تفيد كل الناس، ويعني الذي وجد في عهد السلف الصالح، ولا زلت أكرر هذه العبارة، هو والله أفضل 1000 مرة من عهدنا اليوم في المرونة الفقهية وفي المرونة في التعامل مع الحياة، المرونة السياسية والاجتماعية والفقهية والاقتصادية وكل ما يمكن أن نتخيله، وأرى أن اليوم هي منظومة أشبه ما يكون بمنظومة الكبت في الجوانب الشرعية، بحاجة أن نرجع مرة أخرى إلى روح الشريعة الإسلامية التي جمع بها العلماء ما بين العلم الشرعي
وبين روح هذا العلم الذي فيه جانب فلسفي وفيه جانب أدبي وفيه جانب فكري وفيه ممارسة سياسية استطاعوا من خلاله أن يتقدموا، وهذا هو الذي أثرى الفكر الإسلامي وأثرى الفقه الإسلامي. جميل. واستطاعوا أن يجتمعوا مع بعضهم. دكتور علي، أستأذنك والسادة المشاهدين في أخذ نتيجة الاستفتاء. كان السؤال: هل تتوقع أن يتم اختطاف الثورتين التونسية والمصرية ولا تتحقق أهداف شبابهما؟ وكانت الخيارات نعم، لا، ربما، والنتيجة نعم 43%، لا 29%، ربما 28%. إذن معظم المشاهدين قالوا لا، سيتم اختطاف أهداف، يعني تحييد عن أهداف شباب هاتين الثورتين. أي واحد صاحب هدف وصاحب رسالة سيتجه إليها بكل ما أوتي من ملكات وقوة. أنا لا يهمني أن يختطف جزء منها فلان أو فلان، لن يكون الاختطاف الكامل. نعم. لو حدث فهذه نظرية أعداء الإسلام دائما. نعم. أو نظرية من يريد أن يتسلط أو يتسلق على السلطة. نعم. هذا شيء دأبهم، يريدون أن يأخذوا جزءا من الكعكة كما يقولون. نعم. ونحن نقول من يريد الفكر الإسلامي، من يريد نشر الحرية بين الناس، العدالة بين الناس، المساواة التي فرضها الإسلام بمنظومته، هذه التي نحن نريدها، سميت اختطاف فليسموها كما شاءون، ولكن نحن نريد العدل ونريد الإخاء ونريد المساواة ونريد تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولكن وفق المنهج الصحيح، المنهج السديد، وليس يعني كما يقول صناعة الأفكار. نريد أن نكسب المعركة، معركة الأفكار، كما يقول وزير الخارجية الأمريكي إن معركتنا اليوم مع العرب والمسلمين معركة أفكار. نحن اليوم هذا هو الميدان، نحن كسبنا الفكر ونريد أن نتحدث معهم، لا نريد أن نكون معهم في نظرية دائما المقاتلة أو المحادة. نعم. نقول لهم أشيعوا السلام بيننا وبينكم، انظروا إلى حضارتنا ونتقابل مع بعضنا البعض حتى نصل إلى النتيجة التي نريدها. أريد أن أوصل رسالة إلى علماء المسلمين أن ينزلوا إلى الشباب وأن لا يعتزلوا الفكر أو الفقه أو الشريعة بمنظورهم الخاص. نزلوا يا دكتور علي، لا، أنا أتحدث عن ليس عن مصر، عن باقي الآخرين. نعم. أن يستفيدوا من هذه الثمرة. نعم. حتى لا يتجادلوا في أشياء فرعية. أريد من الشباب العربي والمسلم أن يكون يكسب ثورة اليد وثورة الفكر، ثورة الفكر بالعلوم الشرعية والتواصل مع أهل الفكر والعلم، وفكر وثورة اليد من خلال الكمبيوتر وسائل العصر التي أثبتت جدوى وهي كأنها سلاح من الله سبحانه وتعالى. نعم. أريد من أهل السلطة في الحكومات العربية والإسلامية أن يجعلوا هناك سلطات مدنية، سلطات تنفيذية للشعوب، لأن الإنسان إذا كبت، إذا لم توجد الحريات، فلن يكون الدين الذي يريدوه، ولن تكون الحاكمية التي هي بالنظام الدستوري الذي يريدوه. نعم. فإذا أعطوا الحرية، فالحرية هي باب لكل خير، والحرية هي المآل الوحيد. طبعاً الحرية المنضبطة بالشريعة يا دكتور علي. ولذلك أنا أقول ما قاله خادم الحرمين الشريفين أرجعه الله سالما: إننا لا نخاف من الذي يتكلم، إنما نخاف من الذي يصمت. فالحرية إن كان وراءها كلام واضح بمنهج واضح فدعوه، فإن هذه ثمرتها ستكون في المواقف الحرجة. نعم. شكرا دكتور علي العمري، وشكر أيضا مضمخ بالحب لكم أنتم أيها السادة المشاهدون. ولا يسعنا في ختام الحلقة إلا الدعاء لإخوتنا في تونس ومصر بأن يحفظ الله لهم ثورتهم ويحقق لهم مطالب الحرية والعدالة والشفافية والحرب على الفساد وإعادة الكرامة للمواطن، والتي انتفضوا لأجلها بتينك الثورتين اللتين دخلتا التاريخ. نلقاكم في الأسبوع القادم، وهذا عبد العزيز قاسم يحييكم.